عايزة أقول إنه إحنا بنعيش في الدنيا عشان نتعلم، وأظن يعني أفضل معلم في البشرية دلوقتي نقدر نتعلم منه هو الصبر والرضا، ومعهم الإصرار كمان على إنه يكمل طريقته ورسالته. يعني هو المواطن الغزاوي الفلسطيني وائل الدحدوح، هو الأستاذ الصحفي والمراسل المكلوم وائل الدحدوح، هو مثال لهذا كله. الزميل الإنسان اللي هو بيخليني النهاردة أنا كبسمة وهبة الإعلامية فخورة بانتمائي الحقيقة لهذه المهنة، لأنها ادتني شرف أني أقول على وائل الدحدوح الزميل. منك يا أستاذ وائل اتعلمنا في حوالي 90 يوم اللي معرفناش نتعلمه في عشرات السنين. منك يا أستاذ وائل بنتعلم الرضا والصبر واليقين والمهنية والاحترافية والإيمان برسالتنا الإعلامية اللي لازم نستمر في تقديمها مهما كانت الظروف ومهما كان الوجع والألم. انت واقف ازاي؟ انت جبل، انت مثال للصبر عجيب. يعني احنا لما بنصاب بمرض خلاص انصابنا، لكن هو اتصاب في أعز وأعز 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 ما لديه، وصابر وواقف وقوي وواقف على رجله. أنت سبقت الكل يا أستاذ وائل، لأنه يعني وجعك وألمك كان في أهل بيتك وفي ولادك، زوجتك أعز حاجة عند البني آدم، اللي راحوا شهداء ورغم كده يا جبل ما يهزك ريح، وانت وقفت زي الجبل صابر محتسب وبتكمل رسالتك يا أستاذ وائل. يعني أنا يعني انهارت إنسانيا ومعنويا باللي حصل لك، وانبهرت بقوتك وصلابتك وبقوتك في وداع آخر ابتلاء ليك حمزة، ابنك حمزة الشهيد، حمزة اللي اغتاله الجيش الخسيس، جيش الاحتلال المجرم. وانت قلت كلمة الحقيقة مؤثرة جدا، لمست كل إنسان وكل أب وأم في كل الأوطان لما قلت حمزة مش جزء مني، حمزة كلي. والأستاذ وائل أحب أعرفكم السادة المشاهدين فقد من أسرته حوالي 12 شخص، زوجته وابنه محمود وبنته وحفيدته وآخرهم حمزة ابنه وبعض أقاربه. أنا بقولك يعني كل التعازي اللي في الدنيا يا أستاذ وائل ما تكفيش أوجاعك، بس أنت لازم تعرف إن أنت أيقونة. أستاذ وائل أيقونة ومثال للإعلام والصحافة إحنا بنفخر بيه النهاردة، لأنه صامد، صامد قدام عدو، قدام قوة احتلال، قدام دولة بتبيد شعبه. انت بتعلمنا القوة والصبر والجلد. يعني أنا بشوف إن الأستاذ وائل دحدوح صابر صبر أيوب. احنا بندعي لك وأنا بدعي لك إن ربنا يصبرك ويزيدك صبر، وقلوبنا معاك يا ابن الدحدوح. ورسالتي ليك
أعظم حاجة في الدنيا الشهادة، والشهادة على يقين واحتمال إنك تستشهد في شغلك. يعني أنت شكلك مستهدف واضح، وحاولوا إن هم يستهدفوك قبل كده واتصبت، وبعد لما انصبت ابتدوا إن هم يختالوا أعز ما عندك واحد ورا التاني. ورفيقك المصور ثامر، كل اللي حواليك، كل اللي بتحبهم، انت عامل لهم ايه؟ عارف لما تقول لواحد خلاص ما تموتوش انا هعذبه وهو عايش؟ انت بطل، واحنا بنحييك لانك اعلامي بدرجة مقاتل، بتقاتل ما تقلش عن الجندي او الغزاوي اللي ماسك سلاح بيقاتل. ولو اني شايفة ان الغزاوية خلاص بدأوا يخلصوا، انت رمز الحقيقة للعزة في غزة. اسمك اكيد هيكون في ميادين العالم زي العظماء اللي سبقونا او سبقوك، وزي اللي اتكتب عنهم كتب واخبار، لانك عملت لنفسك سطر في التاريخ، والسطر ده من ذهب. ربنا يصبرك يا أستاذ وائل. في مشكلة في الشبكة في غزة، والمفروض يكون معانا وهيكون معانا، هنحاول برضو تاني. احنا متفقين مع الأستاذ دحدوح على مداخلة، ونفسي ان انا اسمع صوته واتشرف بمداخلته في 90 دقيقة. بس أنا الحقيقة عايزة أقول لكم حاجة، إنه كل الصمود والقوة اللي بنتعلمه من أستاذ وائل الدحدوح